هو حبيبي العدلي كان وقتها ساعتها اللي انا الله اعلم اللي كلمني كان قياده امنيه كبيره جدا ساعتها وقال لي كان ايه جهز السبب شنطتك. في ايه السبب في ان انا الاعتقال بطلع بقول حي انه احنا غلطانين في موضوع الجزائر وانه احنا اللي ابتدينا بالضرب وان احنا اللي كسرنا الاتوبيس وانه ما حصلش حاجه في مباراه مصر والسودان ومصر والجزائر اللي في السودان. قلت الكلام ده بمنتهى الامانه فهدت. وللاسف الشديد وده حاجه انا لن اغفرها لنفسي انه كان قدامي اما السجن اما اطلع اعمل حلقه اقول فيها كلام انا غير راضي عنه حتى هذه اللحظه. كان الناس مش فاكراها قوي لكن كان قدامي زوجتي واولادي وبيتي او السجن او ان انا اطلع اعمل الحلقه دي. والحقيقه يعني حضرتك طلعت عملت الحلقه يعني وقلت فيها ايه يعني انه في اخطاء يعني هديت الدنيا او هديت مشيت يعني مع الركب سنه بس الحقيقه بعدها على طول ما استحملتش ان انا ضميري صاحي على طول ورجعت قلت الحقيقه تاني. بس طبعا قعدت بقى بره التلفزيون 9 شهور بره البرامج وبره البرنامج اللي كان في الاذاعه واتحاربنا في اكل عيشنا وامور كثيره جدا على فكره معروفه للناس كلها. بس على الاقل كنت صوت الحق في الوقت ده يعني وسعيد كل ده يعني. يا كابتن علشان خاطر انت كنت عايز تتكلم في موضوع مصر والجزائر بعيدا عن اللي كان منتشر ساعتها او اللي كان بيقال ساعتها حضرتك بس عشان اتكلمت بشكل تاني. انا قلت الحقيقه يعني انا حضرتك اقول لك حاجه غريبه كنت فتحت الموضوع يعني. انا كنت اشوف الفنانين يجوا في التلفزيون وضربونا وقتلونا وعدمونا طب ما انا كنت في السودان شفتش ده خالص. احنا كان في 4000 مصري هناك كلهم رجعوا سلام زي الفل. بس دول كانوا بيعيطوا يا كابتن على بيعيطوا على بيكذبوا كلهم ما كانوا بيمثلوا بيكذبوا؟ كلهم طبعا نقلوا الشاشه الى التلفزيون يعني ساعتها كلهم بص حضرتك كل طلع ده كذاب كلهم يا كابتن بس في اسماء على فكره بدون ذكر اسماء بس في اسماء فيهم اسماء كبيره كلهم كذبوا كلهم بلا استثناء كده وايه مصلحتهم ان هم يكذبوا ويعيطوا كانت ماشيه وكانت حدوته ده اتقالت في مجلس الشعب في خطاب الرئيس واحد قال له سمعاني تاني يا ريس يعني. وبعد كده الراجل لما عرف ان الامور غير صحيحه لانه ما حدش رجع مصاب محدش في اتوبيسين اتضربوا بالطوب وفي 2 استخبوا تحت الكرسي ده حصل طبعا ما نقدرش نقول غير كده. بدانا نتكلم على البلد يعني هم الجزائريين يفخروا جدا ان هم بلد المليون شهيد دي كرامتهم ودي حربهم وده تحريرهم لبلدهم. لما يطلع يقول لك بلد المليون لقيت واحد يقول لك كلام الحقيقه كان صعب جدا على اي مواطن انه يتقبله. فالامور زادت يعني احنا خلي بالك بعد كده بقينا نتلكك عشان نعيد العلاقات مع الجزائر لدرجه لما شقيق الرئيس بوتفليقه توفى الرئيس الاسبق مبارك راح له عزاه هناك وده ما كانش يعني بس معتاد. لانه طبعا بس هم عرفوا ان كل الكلام كان غلط وكل اللي اتقال لهم كان لا اساس له من الصحه. فلما انا قلت هذا الكلام الحقيقه اتقدم فيها بلاغ للنائب العام واتحاد الكوره اللي انا كنت مساهم في نجاحه خدته الجلاله وقد قصه وحدوته يعني. بس رجعت بعد كده صممت على موقفي تاني واعتقد الحمد لله بعد كده كلامي صح. ايه المواقف التانيه يا كابتن اللي ممكن في حياتك يعني ممكن يكون تم تهديدك انه يا اما بيتك وفلوسك ودخلك واولادك او ان انت تقدم حاجه مش على هواك؟ على مستوى الدوله كان ده يعني على مستوى الدوله الحقيقه كان هو ده. وكمان حصل خناقه عنيفه بيني وبين الوزير انس الفقي هو دلوقتي حر طليق يعني انا لو هو موجود في السجن مش بتكلم يعني. طبعا في مجلس الشعب هو جه وكان كلهم قاعدين وانا الوحيد اللي طلعت قلت له نحن مدانين والفيفا هيدلنا ونحن مخطئين. ده على موضوع ايه؟ على الجزائر. فقلت الكلام ده في مجلس الشعب وصمموا انه يشيلوا ده من مطبطه مجلس الشعب في حضور النواب كلهم وحضور الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس وكثير من الوزراء وكثير من رؤساء اللجان وطبعا حاله هيجان واتكتب في المصري اليوم. طب كان ايه الخلاف اللي بينك وبين الوزير انس الفقي؟ ما هو الوزير انس الفقي كان متبني موضوع الجزائر. فدخل معاك في خلاف قال لك اللي انت بتقوله ده غلط مثلا؟ بحث لجنه الدفاع والامن القومي ولجنه الشؤون العربيه ولجنه الشباب والرياضه في مجلس الشعب بتبحث موضوع مصر والجزائر. فجه وزير الاعلام بيقول فانا النواب بيتكلموا فانا طلعت اتكلمت قلت كلمه حق مخالف للي جه في التقارير دي ده مجلس الشعب خلي بالك حضرتك. فطبعا ده صعب جدا وصمموا انها تتشال من مطبطه مجلس الشعب ساعتها بس كان حاضر 100 نائب يعني فحوالي 100 نائب وكلهم يعني عارفين الكلام اللي قلته. لا فعلى المستوى الحكومي الحقيقه ما حصلش غير ده لكنه في طبعا في قضيه الالتراس الشهيره تهديدات بالقتل وتهديدات وناس جت تحت البيت انا عايز وناس بقى اسمع اقتحمت هنا مدينه الانتاج عايز اسمع وزملائنا الاعلاميين اللطاف كانوا بيدافعوا جدا بيدافعوا عن الالتراس ولا عن حضرتك؟ لا كله بيهاجمني. ليه بقى يا كابتن شوبير كله بيهاجم حضرتك؟ مش عارف وليه دايما بيقال ان كابتن شوبير ده ترابل ميكر في كل مكان موجود فيه لازم بيعمل مشكله او خلاف ليه يا كابتن؟ بالعكس لان انا عندي مبدا فبدافع عنه وبمشي معاه للنهايه وعنيد جدا في الحق. انا لما بغلط على فكره بعتذر طبيعتي كده لكن لما بكون على حق بفضل مكمل فيه للنهايه.